سلام ان شاء الله. الحلو في منتخب مصر دلوقتي، منتخب مصر الاول مع فيتوريا وقبليه كارلوس كيروش، ان اي لاعب موجود في الدوري المصري وارد ان هو يخش المنتخب. اه طبعا خلاص، يعني الكلام بتاع الاهلي والزمالك بس ده خلص خلاص، ما بقاش موجود. طبعا غالبا بيبقى الاغلب من الاهلي والزمالك، ولكن باقي العناصر اللي موجوده في الدوري عندها فرصه انها تخش المنتخب. طموحك، توقعاتك، احساسك انك قريب من المنتخب، بتفكر ازاي في موضوع المنتخب؟ والله يعني انا كنت قريب في الفتره اللي انا لعبت فيها الرابطه وبعدين كملت في الدوري، كنت قريب ان شاء الله. يعني ده طموح ان انا ابقى موجود في المنتخب ان شاء الله الفتره اللي جايه. طبعا باب المنتخب مفتوح لاي حد زي ما حضرتك قلت، فربنا يوفق ان شاء الله بس وبنا دور باذن احنا الله. عندنا ميزه في مصر بصراحه، ان عندنا عدد كبير او عدد لا باس به من الحراس المتالقين الموهوبين، طبعا ده ما بيخلكش طول الوقت متوتر او قلقان، لا انا كده صعب الامور بالنسبه لي اخد فرصه في المنتخب، ولا انا زيهم؟ يعني انتوا مستواك كويس، انا مستواي كويس، والله هي بتبقى بتحسبها ازاي بينك وبين نفسك؟ يعني هي بترجع برضو خبرات. يعني انت ماشي كويس و يعني ليك دور في فرقتك، دور كبير، بس هو طبعا بيرجع لاختيار خبرات. يعني بيبقى له اختيارات، ان الشناوي او الشناوي ابو جبل بسام، الناس دي كلها عندها خبرات اكتر، وبعدين انا لسه صغير، فيعني مش السنه دي، السنه اللي جايه مش مستعجل بس يعني مستنيها، ان شاء الله. مش مستعجل بس مستنيها. مين الحراس يعني دايما يقول لك ايه، مين مثلك الاعلى في الحراس؟ ده السؤال العادي بس انا مش هساله لك كده. مين حارس المرمى اللي انت بتحس ستايلك شبه ستايله؟ يعني انا مش لازم تبقى زيه، بس الستايل انت بتبقى انت راجل، عشان ناس كده ما تعرفهاش، اللعيب مثلا الجناح او صانع الالعاب او يقول لك اللاعب ده شبه فلان او بيلعب زي فلان، بس حارس المرمى انت اللي تبقى شايفه، فانت بتحس ان انت ستايلك قريب من مين، مصريين وعالميين؟ مصريين؟ لا، هو كل قدام كمان يعني مش لازم دلوقتي، هو كل واحد له ستايله، طبعا. بس يعني ممكن تتعلم بقى من كتر الفرجه على الاجوان، لا بتتعلم، تاخد من ده حاجه ومن ده حاجه ومن ده حاجه، فبتلاقي نفسك بتكمل نفسك من كل واحد بتتفرج عليه. حلو جدا، اه اجابه مثاليه. مين بقى اكتر شخص انت متاثر بيه، يعني اكتر حارس مرمى متاثر بيه؟ لا عادي والله، من الناس اللي اشتغلت معاها بقى. يعني انا اشتغلت مع ناس كتير بصراحه، اشتغلت مع علي لطفي وابو جبل، كابتن عبد المنصف، عماد السيد، فلا اتعلمت منهم كتير بصراحه. مين حراس مرمانا الكبار القدام يعني كان بالنسبه لك او بتحبه كده بتحب تتفرج عليه، او مين اللي خلاك تحب مركز حراسه المرمى اصلا تتفرج عليه؟ كابتن حاضر طبعا. كابتن طبعا طبعا يعني، وعالميا بقى دلوقتي مين حراس المرمى؟ بحب بصراحه، احب نوير. كورتوا حاجه جامده. مانو نوير من الحراس اللي بيلعب برجله كويس قوي، بيطلع بره منطقه الجزاء وبيتحرك برجله كويس، بتحب الحاجات دي انك تلعب برجلك كويس؟ طبعا. وفي الجون لا، حاجه بيصد حاجات غريبه يعني. موهبه اضافيه. ده اللي يعني الاكسترا طبعا موهبه يعني قريب. طبعا بنشتغل على الدور ده كتير، ان انت تلعب ورا المدافعين وتبقى قريب من الناس، تلعب الدور الليبرو بقى يعني.